بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورنق النفاق نان نا نفاق في طال نوغن نفاق يخي نتعريف ورنق نا بنانين أول بنا شكا سقوات رقن إن شاء الله شكا سقوات شكا سستريقن نا بنانين شكا سستريقن إن شاء الله. حلقة 19. النفاق تعريفه لغة إخفاء الشيء وإغماضه، شيء تبسنار يعني أرس قوسان عدن دين ديس لا دوغان لا دوغان ويحون فهم قوسان عدن نين وشيء تبتم بقتن عدن نين. النفاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إنسان اللي ينقى شوخ السنك إنسان تكيو سيها واريساخ مقل سيها تبساخ نان قريب من بنوك ناوكا تعقل شخص لما لما مجريك انك وصنك تقويس الخدمة لما عوز بالله الرجيم. نين النفاق؟ نفاق على ما كانوا حتى جنسي وكوينسي كوسي شباب سناتك نستنك على ما كنا من بلون مقول ثم جريك تقويس الخدمة تقويس اسي نحبك رل لما انتم بي قرق ارس امار الرسرة نكي الدكتورون قرق ما بيستقيني رو قم دي اللي اقلو تعبري. نين النفاق؟ والدان قال له سلامي له ورا سلام واخا قبل اقرا ولا بكي شاخي له قالوا شاخون قالوا شاخر ولا قالوا دي نمبر يعني نرجع ما بتقلوا نين نفاق انا والعياذ بالله ابدا مقارض هن كنت اها قن يراون انت يا سقيسي الغلط قدام ران حنفل دهون كنت اردكم عدد كداند نين النفاق ان عشانين بركه الا ديون والعياذ بالله. شرعا نين لغة لقن شرعا وراني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر والشر. معنى النبي صلى الله عليه وسلم دو أنه إنسان لا أن إسلام أغنيك مسلمين دا خصانك نها ني كفر دم بك كفار لفرسانك كفار ضعكك والعياذ بالله. أنواع النفاق وليك هو النفاق ليغن نفاق أكبر اعتقادي ونفاق أصغر عملي. النفاق اعتقادي بك ونفاق عملي بق اعتقادي آمن نجن كورة بقديبو عملي وراد جن إسراح جن لقدو ننتن ذيزنك ونانا بيان سوق عنو جن نين. النفاق الاعتقادي ورنا النفاق الاعتقادي بمسائل بقديبو. أولا هو نورنا جن هو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. نا أدرى نا نفاق سياسة إسلام سيا وارسك إسلام إذا ظهرك أن كفر سيا قول سيلم قدول سيلم ناد قيسي كدمه ني حكم رنقن حكم رنقن مخرج من الدين بالكليه. ننفاق اكبر كما يقول انسان ننفاق اعتقادي ننفاق اكبر كما نين انسان برق من المله خارج نفذ كل اسلام برس كل وصاحبه في الدرك الاسفل من النار وذا الاخيل في الدرك الاسفل سقطن ني عدره ني انواع ورنقن انواع والتنوع مقديم ننفاق اعتقادي والتنوع مقديم نعشانين يا اخوانا لبقى قمدنا مقديم شانخن وريق اشياء مهمات وضروري جدا دينينا خلقنا. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم نمرة واحد النصور بماغنيا رسول سونا خرزك رسالة وبن تقول له وحي تقول له قريمة نقابلين قاب شواطين وقن شيطان طريق رسول رقنا ينقنا سنة عوذ بالله من الشيطان الرجيم. قريش النبي صلى الله عليه وسلم مجنون جن شاعر جن ساحر جن نين نوايا حقون ساكت قابا حقون يو نون القنوخ النبي صلى الله عليه وسلم توريق لا إله إلا الله يا يولا مربوغني. تكذيب بعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعصصور نابلون ستوكاغن نين نارد لا رقن سيخوري بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سي قشاخر انطراخر نيت بقضاخر بغض بعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نابلنس قشاخر نابلنس انطراخر المسر بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف قن سقط قن حوان قن نوايح قن ياخ نين مشكلة قن قدو
الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نبلغنا دين عطوا يترجى ربنا مسلمين انتصرنا بهار نحن مسلمين يا أخي نا عصرني نا وقتني نا فواحلاني مفروض نا يعني علمانيين قلنا بنا ونا يعني نا وقتني لا خدنا دين دو نا وتكو دين إسلام انتصروا وريا لا حول ولا قوة نين نفاق إسلام انتصرنا بهار عزة الإسلام وصية ربالة أيهم بقى كان لمسلمين انتصرنا انتفع حتى شهره وليه جعل الله سبحانه وتعالى يقول عزة لله والرسول والمؤمنين إيمان عزة تر هو ترى أخذونا مؤمنين مسلمين فحتى شهره لكن انت ضعف إسلام وصية ربراه إسلام عوتي تقين يا ربراه إسلام سقط قن ني أويز مبو حاجات أريود أقل بشر خد أدنشا نخون قرب نعسود كفر نعسود حاجات نو تكود أدنشا نخون نين تراحون دينها ساكت جنيرا نين مشكلة جن والعياذ بالله إسلام دين نيخد لازم عزة وانير أقل شاق دين نيخد مسك ترى شاق نيدين انتصرنهم بكان لك فرح رور شاق أيد رور شاق بشر دور شاق الكراهية الانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم والله نوما نين مشكلة جن نولتا نين جن النفاق الاعتقادي تلقى أسوء ما ملت تفدو النفاق العملي وفيه مسائل المقديب تعريفه هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب إنسان إيمان بقول لكن مراد منافقين وصوصا مراد منافقين يقولون جنوزي ناد كذبك ونعسانا كذبك ونفاق كذبك ويحقنين وني حكم ورنجين أيوة وأمثلة عاملون دي ممكن إن شاء الله. طيب نحكم لا يخرج من المرة أولا ملتت فذلاني إسلام فذلاني لكنه محرم ومن كبائر الذنوب وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق إيمان ونفاق لا قش مقدبنين وذلك وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا بجخذنا اللوم بجخان بجخان نفاقنا عملي نكيرنا وراد سوكو مرينا وراد صنعة فلان لنا وراد صنعة فلان لنا وراد بجخو 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 كبس سنك نين ناوك نفاق شنو نفاق خالص أكوكو ما أشكال مقديو نان أمثلة نقصنوغن ننفاق عملي روح ويعوني نفاق عملي الكذب في الحديث إذا حدث كذب بوميتو أولي بوم نيوك بنقم بس ملا نقل يقول كا يا أخي لازم تعمل مواربة مداهنة مواربة كده تعمل حاجة وكذب نودة يعني ها وشطارة وزكاة وكده لازم بميت نق نيم مشكلة جن نان نزما نين بوم مرة بجحو سبحان الله يعني بالذات أشياء خلافات بولدي بوم نابوم بجحو مولد ما جارلو انترن لاو نجحرة قرصوك مبيني خزيادة نجحرة الإنسان زيادة فشل ده إخلاف الوعد وإذا وعد أخلفه برضو موعد سنك موعدني قول انت رأى لنا كاني ورع تزار الله وري موعد سوك ما انت رأى لا ما ينقر موعد سوك ما انت رأى لا ما سيوار موعد سوك ما انت رأى لك وداني سنك خيانة الأمانة وإذا اؤتمن برضو أمانة وانا نلو نسقم دينا نلو قاوك مالسي نقابسي ريخدوه يعني نين مستيرقين يرو إنسان لا قوت نيرو مستير سدوا يا يعني إنسان خائن جن أمانة شغلاني ينير منافق جن صفات نفاق وقول الفجور في الخصوم وإذا خاصم الفجر برضو واخيتا عفو يا لا سامح لا نيلان قش أكله يعني خلاص نيتك تأخدي تأخدي إيد أخدي ناتك لقاش بالبدرور جيب درور كاي جربوك انتقامر انتصار نفي خطدر يعني مقولك وعلى ضم مقولك واسره النفرني أختلا فقدني دي ولي النفرني يخدني دي موضوع الدنيا خلينا استاهلها والعياذ بالله القدر الغدر في الأحود وإذا عاهد كذلك غدر إذا ميثاق لتور النيدي يعني عهد إسر النيدي إذا كنت مال الجلد إسني يكون نور فلان نور ما نا 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 نصنع فلان لي جار ساعة حد إن يدوك ودي ما جلد لتونن ندم بي انتير ناس يجين غير ناس يجين ورن هابنا نهابنين ورن هابنا نهابنا ناس ينا التفاجر وما نيد الطورة نيدي ندم بي كده التفاجر وانزك فارق مع حد جار وسوا وانزك نا إنسان غدار خائن جن فارق نا
نشوانيس يعني انكو ان نشوانيس قرجاو نينا نفاقوقن كذا صفته نفاقوقن ان والتريا التكاسل عن الصلاه مع الجماعه في المسجد واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى من صفه تفاعل انسان صلاه جماعه انقلق مسجد ليس قاق لنجلس ليس نياق صلاه الدك حساب سقاق دائما لنجلس ليس جماعه ليس قاق مسجد سجر بقا سلاسك جر بقا نينكر صفات نفاق وغن لنا الرياء في الاعمال الصالحه يراؤون الناس دام قدام قال دولم دام محمد رولم يوغن ان شاء الله الله سبحانه وتعالى لا تكفينا لا نلزمكم جزاء ولا شكورا الله سبحانه وتعالى يتقبل منا القليل يتجاوز عنا الكثير اللهم اعف عنا يا رب العالمين واستر حالنا واحوالنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.